مساء الخير. منتشر بين الناس جميعا سوء الظن، وهو ينقسم إلى قسمين، وكلاهما من الكبائر: سوء الظن بالله تعالى وهو لا يليق برب العباد، كمن يظن أن الله لن يغفر له، أن الله غير قادر على تغيير الحال من حال إلى حال، وهذا من الكبائر العظمى. وسوء الظن بالناس، كمن يختلق قصص وحكايات وتهيؤات وقيل وقال عن شخص معين. فلنحسن بالظن بالله تعالى وبالناس. شكراً.